نروح بقى لموضوع تاني، واحنا بنتكلم عن يمكن الطقوس دي خلتنا نحس كده بسعاده، نرجع للمه العيله زمان. صحيح. واحنا طول الوقت الحقيقه بندور على السعاده، يعني كل حاجه بنعملها في حياتنا مفروض انه هدفها ان احنا نبقى سعداء. وفي كده دايما جمله بنسمعها ان احنا هي السعاده عاده، يعني هي بتبقى خلينا نقول شخصيه الانسان او عاده عنده او مخه متبرمج ان هو يسعد نفسه طول الوقت. احنا بنفكر ازاي نقدر نسعد نفسنا. في ناس بتسال هل ممكن ادرب عقلي على الشعور بالسعاده؟ هل ممكن اقدر احاول ان انا ابعد اي هموم عن مخي؟ ده سؤال مهم جدا. خلينا نقول ان ده بيتطلب برضو جهد كبير من الانسان علشان يتعود على السعاده دي، لان بالتاكيد لحظات السعاده بيكون لها تاثير ايجابي على صحة الإنسان النفسية. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن تدريب العقل على السعادة. كيف أكون سعيدا؟ هل أنا ممكن أقدر أجبر نفسي على السعادة؟ هل أنا اللي بحط نفسي في القالب بتاع السعادة، ولا الظروف هي اللي ممكن تحطني في القالب التاني؟ طب أنا أقدر أخرج من القالب الوحش للقالب الحلو، ولا المطلوب إيه؟ الدكتورة سمر كشك أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري بصحبتنا النهاردة في استوديو. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. وعايزه ابدا معاكي بقى الفقره بسؤال باغنيه كده للفنانه يسرى، كانت في حرب الفراوله لو تفتكري الفيلم. فاكره كانت بتغني اغنيه السعاده هي ايه؟ ازاي احس اني سعيده ولا ليه؟ يعني ايه سعاده؟ ايه الشعور بالسعاده؟ شوفي، هو شعور كده بوصول لاعلى حاجه في النشوه، ان انا يعني مطمنه، مرتاحه، قلبي مزقطط، يعني حاسه باحساس كده ان الدنيا كلها جميله والابواب كلها مفتحه، زي احساس دخول الشمس للبيت بالظبط. يعني انت بتحسي ان الدنيا منوره، غير العكس ان الاحساس اللي دايما متشائم او مش سعيد تحس ان الدنيا مظلمه، ما بيفتحش الستاير، هو مش فاتح ستاره نفسه اصلا. احساسك بالسعاده ازاي توصلي له؟ دي محتاجه زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان انا محتاجه امرن نفسي على ده. بمعنى انا عندي عقلين، عقل واعي وعقل لا واعي. أنا دايما النظرة بتاعتي هي اللي بتعطي، برمي في العقل اللاواعي النظرة بتاعتي أو تركيزي على إيه. لو أنا مركزة دايما على الحاجات المتفائلة الظريفة الجميلة وشايفة الدنيا منورة دايما حتى مع الثغرات اللي بتحصل تضايقني، أنا برمي الأفكار دي في العقل اللاواعي، بتديني على المدى الطويل نظرتي للأشياء. خلاص أنا يعني ركمت وعبيت وخزنت الحاجات الحلوة، فأنا دايما شايفة الحاجة بشكل على مدى بعيد، الحاجة كويسة. فتركيزي على حاجة معينة، زي المثل الشهير ان انا ببص للجزء بتاع الكوباية اللي مليان عن الفاضي. انا شايفة ان بداية شعوري بالسعادة بتبدأ بالرضا، ودي اهم حاجة. هي دي النقطة اللي كنت اقول لحضرتك عليها. زي انا معايا خاتم، صغير كبير معايا خاتم، طول ما انا بصله انه احلى حاجة في الدنيا وراضية بيه، انا يعني حباجد. وفي خواتم اغلى بكتير، وفي خواتم ممكن احلم بكتير. ممكن احلم بخاتم اجمل، بس طول ما هو ده معايا وما وصلتش للحلم انا مبسوطه بيه. طول ما انا شايفاه انا مرتاحه. لو تطلعت لحاجه تانية انا ما عدتش شايفاه وهو في ايدي. انا زي مثلا اللي عايز يغير عربيته، هو خلاص خد القرار انه يغير عربيته، ناقم على عربيته. صحيح. دي كل ما يركبها يشتمها. طب هي ذنبها ايه؟ انت لسه ما وصلتش. هي مساله رضا. رضا وقمة السعادة اللي اجتمع عليها الفلاسفة والحكماء هي ان انت تحسي بسلام نفسي. دي حقيقة، انه طول الوقت هيبقى في احسن، طول الوقت في يعني طول الوقت في حد اغنى، طول الوقت في حد احلى، طول الوقت في حد احسن، طول الوقت في احسن ايا كان. لو فضلت ابص على انه انا عايزة طول الوقت الاحسن وان انا مش مقدرة اللي انا فيه، مستحيل مستحيل. ما هو السلام النفسي بيخليكي تحسي ان انت راضية. صحيح. مبسوطه بحالك. عندي حلم وعندي عايزه حاجه احققها، بس بسعي مش باني ابص للتانيين. صحيح. احساس الحسد لوحده متعب جدا ومرهق لصاحبه جدا. احساس عدم الرضا مجهد جدا. احساس عدم الفرحه بالحاجه اللي في ايدك هي انت تملكها دلوقتي. عايز تحس بقيمه الحاجه اللي في ايدك، دور على الحاجات التانيه الاصعب. زي الحكيم الصيني لما جاله مشاكل كتير قوي، قال طيب خلاص كل واحد يحط مشكلته في الاناء ده ولخبطوها، وكل واحد يسحب المشكله مشكله مختلفه. فكل واحد بعد ما بص في الورقه قال لا انا عايز ورقتي.
فخلاص هو عارف ان في حاجات تانية اصعب هو مش قادر يتحملها، فكل واحد رضي بحاله. فاحنا نرضى الاول مهما كانت الظروف، كل الناس عندها مشاكل وكل الناس عندها صعاب، بس انا لازم اشوف الجانب النعمه، استشعار النعمه بيحسسني بالسعاده، استشعار الحاجه جمال الحاجه اللي انا فيها بيحسسني بالسعاده. احلم بس افرح باللي موجود، صح. اتمنى بس يعني امسك في اللي موجود وتثبت فيه عشان ربنا يديمها نعمه. طب وهو لو ما قدرش يخرج من القالب ده، قالب عدم الرضا، يعمل ايه؟ يصاحب الناس المتفائله. جميل جدا. يعمل يرمي نفسه وسطيهم، يعمل حاجات بيحبها. لو تطور في حاجه بيحبها هيحس بسعاده ولو حتى لحظيه او مؤقته، لكن السعاده الدائمه لازم الاول هو يرتاح من جوه، يصفي كل الشوائب. في ناس نظرتها على طول متشائمه، هي طبعًا شايفه طبعًا دي هتتكسر كمان شويه، لا دي هتتوسخ كمان شويه، هو شايف كل حاجه متشائمه. دي طالعه من اللاوعي اللي هو رمى فيه كل الرواسب اللي قبل كده. ايوه. فاحساسك من جواك ان انت فرحان وسعيد وراضي، بتتمنى ونفسك في حاجات جميله تحصل بعد كده، ولكن الـ هيحصل عندي. أيوة. امل. ايوه. الامل بيديني احساس جميل بالسعاده. بشوف الناس اللي حواليا النعم اللي معاهم، ممكن ناس تقول لك مش قادر ابطل الحسد، انا مش قادر ابطل. ما فيش حد بالشكل ده برضه يا دكتوره، بالشكل اللي هو يبقى هو شايف نفسه انه مش قادر يبطل حسد، او بس هو ممكن يبقى ناقم على عيشته، مش راضي. هو في فرق بين، يعني عايز اقول ايه، في فرق بين الطموح ان يعني انت تبقى طموح، وفي فرق بينك تبقى مش راضي. الشعره دي تفرقيها ازاي؟ توصفيها ازاي؟ في كمان يعني استكمالا لكلامك يا مصطفى، مش فكره مش راضي، في ناس بتبقى ناقمه على اللي قدامها، يعني بتبقى ليه عندك وانا ما عنديش، ومش مهم يبقى عندي بالمناسبه، المهم اللي عندك يروح. ما هي دي انا عايزه الناس توصل لمرحله الاول الرضا باسمة ربنا. يعني نقطة مهمة هو جداً. يعني يعرف ان ربنا بيديله الحاجه المناسبه ليه، ممكن حياته تتغير تماما. احنا يعني شفنا ناس كتير كانت مثلا ما عندهاش فلوس وبقى عندها، ومش شرط، يعني بنبه الناس مش شرط اللي معاه فلوس يكون سعيد ومرتاح، ممكن يكون عنده مصيبه كبيره ومخفيه. صحيح. يعني لازم الناس تفهم اللي مش قادر يبطل دي، يفهم ان في جانب خفي، وبقولها كتير جدا، في جانب خفي انا ما اعرفش عنه حاجه في حياه كل بني ادم. طبعا. يعني شايفه الاستاذ مصطفى وحبيبتي الجميله يعني شكلهم قدامي جميل وسعداء، تعرفيش مشاكلهم انا إيه، ما اعرفش ايه اللي خلف طبعاً الكواليس. طبعاً. هو بيروح في البيت شكله ايه؟ بالزبط. عنده ايه؟ اهله عاملين ازاي؟ مامته تعبانه ولا لا؟ صحيح. اهله البيت بتاعه شكله ايه؟ وممكن يكون عنده حاجات هو عايز يبين ان هو شكله مرتب وكويس ومبسوط، لكن الجانب الخفي صحيح في جانب صعب يا جماعه، مش كل الناس بتقدر تصرح فيه. يعني اكم من قصص ناس مقتدره ما شاء الله بيقولوا خدوا كل اللي عندي وادوني صحه، ادوني صحه، ادوني صحه حد من ولادي، رجعوا لي حد من ولادي، حتى ان انا يبقى عندي القدره ان انا يبقى عندي اولاد. في حاجات الفلوس ما تقدرش تشتريها، ما تقدرش تعملها. هل كل حد مقتدر سعيد؟ لا. هل كل حد يعني حاله على قده مش سعيد؟ ابدا برضو، في ناس بسيطه جدا. وفعلا زي ما حضرتك قلت يا دكتور، هو الرضا هو اللي بيدي احساس بالسعاده، مفيش الحته بتاعت الجري دي على كل حاجه، مفيش الحته بتاعت ان انا حاسس ان في حاجات مش قدامي ومش معايا فانا لازم اجيبها دلوقتي، هي حته الرضا. هي تمرين نفسنا. صحيح. اننا ارتب حتى الذاكره. احنا عندنا مشكله في السيدات المصريات، تلاقيها لو قعدت لوحدها تفتكر الذكريات المؤلمه في حياتها، جايز من يوم ما اتولدت لحد النهارده، وتلاقيها بتعيط لوحدها. طب بتعيطي والله مش في الستات المصريات بس. كنت عايزه اعلق في كل جنسيات العالم والله يا دكتور. طب بتعيطي ليه دلوقتي؟ افتكرت حاجه مثلا من وانا في سته ابتدائي ضايقتني دلوقتي. طب ما نفتكر الذكريات الحلوه، نفتكر الناس الجميله اللي كانت في حياتنا. يعني دايما احط حته امان كده، اما بتضايق او اتخنق افتكر حاجه انا كنت برتاح لما كنت فيها، افتكر ناس كانت لطيفه في حياتي وادتني طاقه وادتني امل وادتني تفاؤل، وابقى ممتن ليهم واشكرهم واطور نفسي واكبر نفسي وادعي لهم بالرحمه.
اتمنى ان انا اكون زيهم وامشي على خطاهم. لازم البني ادم في تغيرات دائمه، يعني يعرف ان هو ممكن يكون النهارده ما معهوش السعاده بكره معاه، النهارده ما معهوش الحاجات اللي هو بيتمناها بكره معاه. في حاجات قصيره الامل، يعني مثلا في ناس بتقول السعاده في اني اتجوز اللي بحبها. تعرف منين ان هي ممكن تبقى سبب سعادتك؟ هتجري وراها وفي الاخر ممكن انا عايزه الناس تمرن نفسها على السعاده طويله الامد، ان انا من جوايا اكون راضي باسمتي، حتى لو اتجوزت واحده ممكن اكون ما بحبهاش او ما اعرفهاش قبل كده، وممكن يكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ما انا ما اعرفش الخير فين، فممكن ربنا يحط لي خير في حاجه انا ظن انها شر، او ظن ان ربنا خد مني حاجه انا بحبها كان نفسي اخدها وما خدتهاش. ارضى باللي موجود ياتيك باجمل ما في الدنيا. اليقين يا دكتور، ونبقى عارفين ان رب الخير لا ياتي الا بالخير. هي يقين انه طول الوقت هيبقى في اكيد مواقف، في حاجات ما بنفهمش على فكره الحكمه بتاعتها في وقتها، بنفهمها بعدين، في حاجات ما بنفهمش الحكمه بتاعتها اصلا، بس اكيد خير في كل الاحوال. طب اخيرا يا دكتور، في ناس بتبقى المحيطين بيها للاسف بيبقوا سبب احباط ليها، او عدوا بموقف معين هو اللي حولهم، او بنشوف مثلا لو هنتكلم على علاقه مثلا بين اتنين رجل وامراه، يقولوا مثلا اصل الراجل طفاها او الست طفت الراجل، ايا مكان يعني التصرف هنا المفروض يكون ازاي عشان الشخص ده يخرج ان كان مع المحيطين بيه، او يعدي موقف معين هو اللي حوله لشخص يعني حزين الى حد ما، او الحاله الثالثه التصرف ازاي؟ مبدئي في الحياه انت اول اولوياتك، يعني انا لازم احط معايير لنفسي انا ببقى سعيده ازاي. انا مختلفه عن حضرتك عن المصطفى، يعني كل واحد فينا بيحس بسعاده في حاجه معينه. افرض ان اللي معايا دايما كئيبني ودايما بيديني طاقه سلبيه ودايما بيقول لي كلام سلبي وبيقول لي حاجات عيوب ممكن ما تكونش فيا وبصدق انها فيا، طب اخرج من الاطار ده ازاي؟ انا لازم اشوف نفسي عامل ازاي، انا راضي عن نفسي ولا لو مش راضي نقطه من اول السطر، اعيد ترتيب اموري، اعيد ترتيب حياتي، لازم ابقى كويسه ازاي، اعمل ايه عشان اوصل للكمال في عين نفسي. صحيح. عشان اكون راضي عن نفسي، طب لو انا صدقت كلام اللي جنبي ما انا هبقى كده، او هوصل لكده في يوم من الايام، او هدخل في اطار ممكن ما اخرجش منه. فحس بنفسك، حس بقدراتك، حس بامكانياتك، اشتغل على نفسك حتى لو فيك عيوب، كلنا مليانين عيوب. طبعا. لازم اداريها واخلي المميزات اكتر عشان اكون راضي، عشان اوصل مرحله الرضا عن نفسي هكون سعيد بعدها. لازم اوصل. صحيح. انا مين؟ صحيح. ايه الحلو فيا وانا مين؟ طب وبناء عليه، عشان احنا فاضل لنا دقيقه، روشته للعلاج النفسي لاي شخص يبحث عن السعاده ومش لاقيها، 1 2 3 4. ارضى. ارضى اهم حاجه. الرضا. ارضى، طبطب على نفسك قوي. ممكن يكون الناس اللي حواليك مش عارفين يطبطبوا عليك، طبطب على نفسك، امن لنفسك سعاده، حاجه بتحبها حتى لو فنجان قهوه الصبح لوحدك، امن لنفسك حاجه تستمد منها القوه بالرجوع لربنا، اقرا صفحتين قران زي ما الناس تفضلت وقالت يوم الجمعه طبعا. يعني نفتح سوره الكهف نقراها تدينا الاسبوع كله نور. نور حياتك بانك حاوط نفسك بربنا سبحانه وتعالى وبملء الفراغ بتاعك وبأصدقاء إيجابيين وبناس إيجابية. أرجوكم بلاش تقعدوا مع ناس السلبية، لأن فعلا بتمتص كل السلبيات وبتتعب أعصابك. صحيح. شكرا يا دكتورة، دكتورة سمر كشك، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري، شكرا جزيلا، نورتينا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر. الله يعزك، ربنا يخليك.